ابارتمون الوي في بريت 15 مليون بار مو. السلام عليكم ليكيب، جيسبر غاركم لاباس. صفحه امين اموبيلي في عقار جديد من قلب حيدره جزاء العاصمه. اليوم جبنا لكم ابارتمون افطر والكراء فيها 70 متر مربع بلس طيراس في السانكيام ايطاج وببريت 15 مليون نيغوسير. الناس اللي تحوسكم في اوندرويتك اكسيسيبيليتي قويه بزاف كيما ديبارتمون لي كونسيلا مينيستر، هادو كامل قلم 5 دقائق دوروت. العقار تاع اليوم نادر بزاف وجبنا لكم نتوما خوتنا العزاز متتبعين صفحه امين اموبيلي. لابارتمون هذا جي واسع وكبير سور دو فاصاد بيان اكليرو بيان اميناجي ريزيدونس بريستيج فيرمي اي سيكوريزي. العقار هذا اسمه موقع في بلاصه جد مطلوبه وغني عن التعريف ليها حيدره. رانا اكزاكتومون في بارادو قدام لومباسات على سويد القنصليه السويديه اللي ما راهيش بعيد علينا. لابارتمون راكم فيها 3 بياس، استقبال مفتوح مع بتي طيراس، دو شومبر، كويزين ايكيبي ولي سانيتير. تجهيزات راكم عندنا شوفها سونترال. الناس اللي مهتمه تلقى رقم الهاتف موجود في العنوان وعلى كامل صفحاتنا انستغرام فيسبوك تيك توك. كتسمعكم ايكيب صفحه امين اي موبيلي. سلام.